احنا نشوف بان الوزاره هي مش قاعده تشوف اللي قاعد يصير في المؤسسات. اي شنو مثال شو تقول؟ قول لنا معناتها اليوم خلي الناس تعرف شنو قاعد يصير بالضبط. اللي قاعد يصير بالضبط هناك غيابات معناها كبيره جدا، عدم انضباط، وحتى التلميذ يحضر ساعه وساعه يزيد فيها. ثم القضيه راهي ما تختصرش في مدبر المنادات في ريجيستر. هناك متابعه، هناك تصويت الغيابات، هناك متابعه للامتحانات، هناك متابعه للغيابات، هناك اعلام ولي، هناك يعني هذه الكليه، هناك استقبال للولي للتسويه. يعني هالمتابعه هذه بما فيها اعلام وما فيها تاطير ومراقب واستكشاف الحالات والحالات اللي ممكن تقع داخل المؤسسه او الحالات الخاصه للتلامذة، هذه الكليه يقوم بها المؤسس. وهو اللي هو القيم، والقيم العام. هم تقريبا ثم شلل. الوزاره اليوم عوضا ان تذهب وتجلس في عطاوية التفاوض ونتحدثوا وتسمعنا وتعطينا حقنا. اللي داروا فيه بان الوزاره ما زالت تحكي على تامين عوده وعلى بروتوكول صحي، وهذا يطرح كثير من الاسئله. جاوب عليها الوزاره.